السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نصنع أيضا على سبيل المثال رايت كليك الكوتلين، نعمل كلاس نسميه هذا كاينتس. تمام، في الكاينتس انا ممكن اصنع اوبجكت، وممكن هذا الاوبجكت يكون خلينا نكون فور اكزامبل اوبجكت، وهذا الاوبجكت يكون شيء عام على سبيل المثال جلوبال. جلوبال كان يكون شيء ثابت، يعني على اساس انه يكون مثلا val لا يتغير، val my age، ولو الايج يتغير بس انا حكتب فيها المواليد على سبيل المثال 1984 بهذا الشكل. تمام، ممكن هنا نلاحظ هذا الاوبجكت على سبيل المثال لو ارجع للاوبجكت نفسه، ممكن هنا هذا اعمل كومنت واجي هنا انا اعمل print line واذكر فيها global لاحظ dot my age. الان نعمل right click run، لاحظ هذا الاوبجكت اللي احنا صنعناه في الكايند بيعطيك ايش جيت 1984. لاحظ هذا variable. تمام، احنا وضعنا فيها variable هذا object صنعناها بيطبع لك ال my age. ايضا ممكن انه هذا ال global عام، ممكن نصنع شيء خاص. يعني اذا كتبنا هنا print line وننزل للاسفل، ممكن انه احنا نصنع local object local يكون عبارة عن object، وهذا object فيها ال parameters مثلا var my name يساوي محمد عيسى. تمام، واستطيع انه هنا انا اعمل print line local object. طيب خلينا نجرب هنا، اذا عملنا طبعا local object dot my name صح، هنا عندنا global my age، هنا عندنا local object my name. طبعا ممكن تختار ايضا رقم ما عندك مشكل، فيطلع 184 and شو يظهر معها مثلا محمد عيسى. احنا خلنا طريقة عمل classes، والclasses نشوف كيف نتصرف مع الobjects، وعرفنا انه الobjects ممكن نصنعها كclasses اعتيادية او نستخدم كلمة objects معها. اخذنا فكرة عن الenums ايضا، هذه خلينا نقول مقدمة عن الobjects وكيف انه احنا نستخدم الobjects. برجع اقول لك انه انت في عندك documentation قوي جدا في kotlinlang.org ممكن تعتمد عليها، هذه امثلة كيف انت تستخدم الكلاسز او تصنع اوبجكت خاص فيك. انا اعطيت لك اكثر الطرق الشائعه اللي يستخدمها المبرمجين، يبقى عليك انت تختار حسب الكود اللي انت بتستخدمه. حوقف هنا، نكمل وياكم درس القادم.